المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على صفحته الرسمية على الفيسبوك. أداء طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان شهر ديسمبر الجاري بديلا عن امتحانات منتصف العام 2021-2022. طبعا دي كانت كل الكلام ده ظهر بسبب ان ناس كتيرة قالت ان الامتحان ده هيكون بديل لامتحان نصف العام، وده خلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أن ده غير صحيح، وتشدد أن امتحانات شهر ديسمبر التي انعقدت الأحد 5 ديسمبر 2021 لطلاب الصف الرابع الابتدائي تعد بمثابة اختبارات شهرية لتدريب التلميذ على طرق التقييم وقياس نواتج التعلم لتغطية ما تم دراسته من المنهج حتى منتصف نوفمبر 2021 فقط، وليس بديلا عن امتحانات منتصف العام، حيث يتم عقد امتحانات منتصف العام الدراسي لصفوف النقل بما فيها الصف الرابع الابتدائي في موعدها المقرر يوم السبت الموافق 15 يناير وفقا للخطة الزمنية المقررة للعام الدراسي، ولستتضمن منهج الفصل الدراسي الأول بأكمله. كما أكدت وزارة التربية والتعليم وأصدرت قرارا حاسما بشأن تعطيل الدراسة بسبب متحور إوميكرون. طبعا كلنا متابعين الأخبار على مستوى العالم كله، وهو متحور إوميكرون اللي اجتاز بعض البلاد وبدأ بجنوب أفريقيا، وجنوب أفريقيا وبلاد كتيرة أغلقت كل المطارات أمام جنوب أفريقيا. ده كان بدأ بجنوب أفريقيا، انتشر البحرين، السعودية، الكويت، العراق، كمان بلاد أوروبية زي ألمانيا، فرنسا، إسبانيا. كل البلاد دي أعلنت الاستعدادات القوية لفيروس إوميكرون، وقالوا إن الفيروس فعلا بدأ في الانتشار وبكميات هائلة، وقالوا الفيروس حتى الآن إحنا مش لاقيين له علاج. يعني دي بداياته زي بدايات كورونا، إحنا كورونا لقيناها علاج في عملية اللقاح والتطعيم إلى حد ما، طبعا يعني مش قوية 100% يعني، لكن في علاج. لكن فيروس إوميكرون لو نزل مشكلته إنه مش هيبقى ليه علاج، فبالتالي هنعيد سلسلة وباء كورونا مرة تاني. لكن وزارة التربية والتعليم أكدت إن حتى الآن مفيش حالات في مصر ظهرت بفيروس إوميكرون، وإحنا مستمرين في الدراسة، ولا نية لتأجيل الامتحانات أو تأجيل الدراسة أو إغلاق المدارس والجامعات حتى الآن. والقرار ده بيبقى نابع من لجنة الأزمات اللي هي ليها اجتماع شهري، ولو أصدرت لجنة الأزمات أي قرار وزارة التربية والتعليم هتكون ملزمة ليه. دي كانت كل قراراتنا اليوم. متنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل ما هو جديد على قناتك التعليمية مستر منو. شكرا لحضراتكم.